وانظري إلى هذه الحلويات الشهية، أليست مذهلة؟ اصمتي من فضلك. هي انظري إلى هذا، إنها زاهية جداً. أفضل أن تكون الحلوى أحادية اللون، هذه أفضل بكثير، سنأخذ هذا. أريد تذوق كل الألوان. سأخذها. تبدو هذه شهية، ليست كهذه المصاصات، إنها جريمة مثالية، لن يكتشف ذلك أحد. هذا ما تظنينه. ستذهبان إلى السجن، ربما سيغير هذا سلوككما. لكن لم أفعل شيئاً. أعتقد أنه خطأي، سنضحك على هذا ذات يوم. لكن ليس هذا اليوم. عذراً، ربما لن يكون هذا سيئاً للغاية، سنقضي بعض الوقت معاً، سنمارس هوايتنا، ما رأيك؟ حسناً، أشعر الآن بالملل، يمضي الوقت ببطء في السجن. منذ متى ونحن هنا؟ أشعر أن الأيام مثل بعضها البعض، اشتقت إلى العالم الخارجي. هاي وينزداي، دعيني وشأني، أنا لا أتحدث معك. ليته كان بوسعنا فعل شيء ممتع. لقد وجدتها، سأصنع تحفتي الفنية، سأسميها حقبة السجن. هاو، أنا موهوبة بالفطرة، ما رأيك يا وينزداي؟ إنها قبيحة، فظيعة، لا تعجبني، أعتقد أن عليك حرقها. إذن لم تعجبك أبداً؟ لقد كسرت قلبي، قد تكون الحياة قاسية أحياناً. مهلاً، هل هذا عنكبوت؟ انظري إلى حجم شبكته، منذ متى لم ينظفوا هذه الزنزانة؟ منحني هذا فكرة، حان وقت التجديد، أنا بحاجة فقط إلى قلم التحديد هذا، سأبدأ برسم الرقم 8، ثم سأضيف بعض التفاصيل. أو أجل، هذا ما كنت أريده، أمل أن ينال إعجاب وينزداي. انظري، ماذا هناك؟ هل هذا عنكبوت؟ دعيني ألقي نظرة، لقد صنعت هذا من أجلك، هاتي هذا القلم. لقد أصبحنا صديقتين مجدداً، هذا أشبه بحكاية خيالية، لكن لا يزال يمكنني فعل الكثير. باغتني الإلهام، من الأفضل أن أبدأ في العمل. هذا اللون الأحمر مثالي، سأرسم المزيد من العناكب، لا يمكن الاكتفاء بعنكبوت واحد. سأرسم صواعق على جانبي. بدأت هذه العناكب تمنح هذا المكان أجواء المنزل، ستكون النتيجة رائعة. كنا بحاجة إلى إضافة لمسة شخصية إلى الزنزانة، إنه أفضل مما تخيلت. لا تعبثي مع عناكبي، في الواقع إنها مخيفة جداً. ماذا؟ إنها لطيفة، هذا أشبه بكرة بوكيمون، أنت تفرحين بسهولة، كان عملاً شاقاً، أنا بحاجة إلى النوم للحفاظ على جمالي، حان وقت النوم. الضوء ساطع هنا، أحب أن يكون معتماً، هذا أفضل بكثير. هذا كئيب بعض الشيء، لكن سأجاريه، أنا متحمسة للنوم، نحن معاً يا كرة البوكيمون، نقضي دائماً أجمل الأوقات. أو لنلعب لعبة التقاط الكرة، هاو، أنا بارعة في هذه اللعبة. مجدداً، لا أمل هذه اللعبة أبداً. ما هذا الصوت المزعج؟ لا، كرة البوكيمون، هذا أفضل، لا تقلقي، سأنقذك. لحسن الحظ أنني ضغطت زر دفق الماء قبل قليل. ها؟ من أين أتى هذا؟ هل عادت وينزداي إلى تناول الأشياء الغريبة؟ لست بحاجة إلى هذا. هو هناك المزيد من الأشياء، أشعر بالحيرة الآن، ماذا يحدث؟ هناك الكثير من الأشياء في الأسفل. هل هذا مقلب؟ ما الذي يحدث؟ أريد أن أنام. لن يحدث هذا أبداً، لا يمكنني تحمل هذا، يجب أن أحل هذه المشكلة. مهلاً، ما هذا؟ لدي خطة، ربما يمكنني استخدام هذه المواد، أعتقد أنني وجدتها، سأصل النهايتين معاً، أريد أن أصنع طوقاً. هذا جيد، والآن أنا بحاجة إلى الشبكة، سألفها حول الطوق ثم أربطها بعقدة، سأفعل هذا على أحد نصفي الطوق، يبدو جيداً، أعتقد أنه جاهز، سيحل هذا كل مشكلاتي، يمكنني تعليقه فوق السرير، هذا هو المكان المناسب، سيمنع هذا دخول الضوء، وكأنني نائمة في قبو، سأنام بعمق الآن، أنا متحمسة لتجربة هذا. واو، لقد صنعت هذا؟ أعترف أنني أشعر بالغيرة، سأصنع شيئاً لسريري، أها، سيفي هذا بالغرض. ها؟ لهذا السبب أكره شركاء السكن. تدا، إنه جميل، إنه يضم ألواني المفضلة، أليس هذا مذهلاً؟ أعتقد أنني سأتقيأ، هذا مؤذن للبصر، لا يمكنني النظر إليه. أشعر بنعاس شديد، حان وقت النوم. هل يمكنك التوقف عن الكلام؟ أعتقد أنها ستبقى مستيقظة طوال الليل. تصبحين على خير يا وينزداي.
انهضى انهضى، حان وقت الطعام. ها هي بقايا الطعام، بسرعة إنها تصبح سيئة أكثر عندما تبرد. هل قلت بقايا الطعام؟ لماذا هي سعيدة جدا، لكن يمكنني تناولها. أعطني إياها، أعطني إياها. أوه. أعطني هذا أيها الشرطي. هل تتوقع مني تناول هذا؟ مهلا، وعاء ساخن ساخن. أوه أصابعي، يجب أن أضعه. أوه أصابعي المسكينة، لن أفعل هذا ثانيتان. ليته كان لدي بيتزا أو أي طعام شهي. يحق للبوكيمون أن يحلم. ماذا؟ ماذا يوجد أسفل السرير؟ ما هذا؟ أوه هذا ناعم ومغطى بشعر. كنت أتساءل إلى أين ذهبت؟ أنت لطيف جدا. هذا مقزز. ما هذا؟ حتما هذا السكورتل. أجل، مثل رائحته. أوه هناك المزيد. ها؟ ماذا سأفعل بهذا الشاي؟ هناك الكثير من النفايات هنا. مهلا، انظري إلي. توقفي عن الإزعاج. ربما يمكنني استخدام هذا، لكن ليس حالا. أنا بحاجة إلى بعض التعديلات. قد تنفعني هذا، يستحق الأمر التجربة. سأضع الدائرة الخشبية على سطح مستوى، ثم سأحتاج إلى قوس معدني. سأثبته في الجزء السفلي للدائرة. سأضعه على شكل زاوية، ثم يمكنني إضافة هذا الساق الخشبي. يوجد في السجن الكثير من الخردة المفيدة. يجب التأكد من تثبيت الساق جيدا، ثم سأضيف ساقين آخرين. والآن يمكنني قلبها لأحصل على طاولة جانبية مفيدة، لكنها ليست بالتصميم المفضل لدي. لا يزال ينقصها شيء. سأمزق تنورتي السفلية وأغطي بها الطاولة. أصبحت الآن أجمل بكثير. لقد عملت بجد وبدأت أشعر بالجوع. لا يبدو هذا جيدا. هذا كثلج، لا يمكنني تناول هذا. هاي بيكاتشو، أجل، أنا بحاجة إلى مساعدتك. كنت أنتظر سماع هذا. لا تتحمسي كثيرا، اسعقي العصيدة. لا عليك يا صديقتي، أنا كفرني الميكروويف الخاص بك. الأفران لا تتكلم، لكن شكرا جزيلا. أوه. هل تمزحين؟ سمعت صوت الصاقة الكهربائية، أليس كذلك؟ هل أنت بخير؟ وينزداي، هل تسمعيني؟ ابتعدي عني، أنا جادة. كنت أحاول تقديم المساعدة. ربما سيبهجك القليل من الطعام. افتحي فمك. ها هي الطائرة. لا تفعلي هذا أرجوك، هذا مهين. لا تنضغي الطعام وفمك مفتوح هكذا، أليس هذا أفضل؟ ما هذا؟ إنها صاعقة، يبدو أن هناك عاصفة. الضوء الأمثل. أنا بارع في هذه اللعبة. أمي، لا أحب العتمة. لا تقلقي، سأتولى الأمر. هيا. لا لا شيء. هل علي فعل كل شيء؟ لدي هذا الضوء، تفضلي خذيه. حقا لي أنا؟ خفت كثيرا. هي انظري إلى هذه الكرات. قد تكون هذه مفيدة. لدي فكرة رائعة، سأثبت الكرات معا باستخدام الغراء. هكذا تماما. سأصنع المزيد من الحلقات مستخدمة عدة ألوان، ثم أضع الضوء فوقها وأغطيها بغطاء المصباح. سيجعل هذا المصباح الزنزانة أجمل. أين سأضعه؟ ليس بهذه السرعة، أبعدي هذا الشيء عني. أردت فقط فعل شيء من أجلك. أعتقد أننا بحاجة إلى القليل من الألوان في الزنزانة. حسنا ضعيه. كنت أعلم أنك ستوافقين، سيكون رائعا. يبدو ماضي الآن، أنا سعيدة جدا. اقتربي يا صديقتي. هل نحن صديقتان بالفعل؟ عيشي اللحظة فقط. أتعلمين؟ أنت لست سيئة، لن أستبدلك بشركة سكن أخرى. لقد غيرنا مظهر هذه الزنزانة، أليس كذلك؟ إذن متى سنهرب؟ انظروا إلى هذا، أحب النهاية السعيدة. واو، أريد أن أمرح قليلا. أين ألعابي؟ أو الأفوكادو؟ لا. ماذا عن هذه؟ مملة. لا أريد أي من هذه الألعاب. لابد من وجود شيء يمكنني اللعب به. لا لا أريد هذه. لحظة واحدة، ما هذا؟ كرة بوكيمون؟ هذا ما كنت أتحدث عنها. أو لدي فكرة أفضل. هل يا ترى؟ نعم، لنجرب ذلك. أتمنى أن ينجح الأمر. واو، انظروا، مرحبا، كيف الحال؟ مرحبا، كم هذا حماسي. مهلا، لا لا تفعل ذلك. مهلا، توقف، لا أستطيع، فات الأوان، انتبهي. لا
ماذا؟ ما الذي حدث؟ أين كل أشيائي؟ ليس الأمر سيئاً لهذه الدرجة. لنفعلها. حسناً، من أين يجب أن أبدأ؟ مهلاً، وجدتها. سأحتاج للقليل من المساعدة. أحتاج إلى كرة البوكيمون. هذا هو الجزء الممتع. هيا بنا. لنفعلها. مرحباً، استيقظي. يوهو، صباح الخير. ماذا؟ لقد كنت أنام بنوم هانئ. أين أنا؟ لماذا نصرخ؟ أنا مرتبكة بشدة. بجدية، تحدثي إلي. أشعر بنعاس شديد. واو، يبدو أنك تحبين نومك بشدة. لا بأس، سأنفذ الأمر بنفسي. ربما يمكنني استخدام هذا الورق المقوى. حسناً، يجب أن تتحركي. كم وزنك؟ ماذا؟ لماذا أيقظتني؟ أنت مزعجة نوعاً ما، هل تدركين ذلك؟ حسناً، ماذا نفعل هنا؟ دعيني ألقي نظرة. هذا يوحي لي بفكرة، وستعجبك. يجب أن أقص الورق المقوى. لقد رسمت الخطوط الإرشادية حتى أضمن أن لا أفسد الأمر، وقصصت بعض الأخاديد الطولية. سأقطع الورق المقوى الزائد. هذا هو الجزء الأخير. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. لقد صنعت قطعة أخرى بالشكل نفسه، لكنها مجرد بداية. وبعدها سأركب قطع الورق المقوى داخل الأخاديد المفرغة، ثم أطويها، وسوف تثبتها الأخاديد في مكانها. سأكرر العملية بطول قطعة الورق المقوى، وسوف تؤدي إلى تقوية الهيكل الكلي. أعتقد أنني انتهيت. أنا راضية جدا عن النتيجة. أعتقد أنها ستعجب كلير أيضا. وهو مهلا، هذا مقعد لطيف. كم هو رائع. أعلم ذلك. أيمكنني العودة إلى النوم الآن؟ يجب أن أجعله دافئا. حقا؟ أعتقد أنها تستحق ذلك، لكنها لن تنام على مقعدي. يمكنك العودة إلى الكرة. هذه الكرة مفيدة جدا. أستطيع تزيين المقعد الآن. يا للروعة، كان هذا سريعا. سأضيف المزيد من الوسائد. واو، يبدو مذهلا. أتحرك شوقا لتجربته. هذا رائع. تبدو الجدران فارغة. أحتاج لبعض فنون الحائط. هذا أفضل بكثير. بدأت أشعر وكأنني في المنزل بالفعل. هل هناك ما هو أفضل من شطيرة لذيذة؟ لقد كنت بحاجة إلى ذلك. ها هي كلير مع الكرة. تجاوزت الأول ثم الثاني، وتتجه نحو المرمى. ها هي تسدد، لكنها تضيع الفرصة. مهلا، بعد إذنك. لقد كنت تفسدين تسريحتي. مرحبا، كيف حالك؟ هل تمزحين؟ هل من مشكلة؟ لا أستطيع النظر. لديك قطعة خص هنا. فعلا؟ أين؟ تمزحين؟ إنها هنا بالضبط. هل أزلتها؟ ماذا؟ لا، إنها في أسنانك. لا يمكنني التعامل مع ذلك. حسناً، ربما عقدت الأمر أكثر من اللازم. تفضلي، استخدمي هذه المرآة. لا أستطيع رؤية شيء. أشعر أنني أتوه في جمال عيني. مهلاً، لحظة واحدة. أظن أنني أرى شيئاً ما. أمهليني لحظة. لا، لم أرى شيئاً. هل تتعمدين فعل ذلك؟ علي تجديد إطلالة هذه المرآة. حسناً، وجدتها. سأرش الرغوة بطول الحافة. سأفعل ذلك ببطء. أريد أن تكون الحافة بالحجم والكثافة نفسها. أريد صنع حد خارجي، ولا أريد تفويت أي جزء. وبمجرد الانتهاء من الحد الخارجي، سأبدأ في مراكمة الرغوة. سأستخدم الرغوة لصنع دائرة. هذا يشبه الكريمة، ويجعلني أشعر بالجوع. على كل حال، سأفعل ذلك بطول المرآة. تبدو جيدة، لكنني لم أنتهي بعد. أحتاج الآن إلى سكين. سأبدأ بقطع بعض أجزاء الرغوة. أريد تشكيلها. يجب أن تكون ملساء. سأقطع أجزاء صغيرة في كل مرة. لا أريد إفساد شكل الرغوة. هناك شيء مريح في هذه العملية. يساعدني أنني وضعت غطاء على الأرض، لأن الفوضى ستعم المكان، وهذا سيجنبني الحاجة للتنظيف لاحقا. يمكن للكلير تنظيف المكان على أي حال. يبدو الشكل أفضل. وبعدها سأحتاج إلى علبة قصارى. سأضعها على الرغوة حتى تملأ أي شقوق أو فجوات، وسيسهل سكين طلاء عملية وضع القصارى، كما سيساعد في تسريع الأمر. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سأنتظر حتى تجف القصارى. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. والآن علي صنفرتها حتى أتخلص من أي حواف خشنة. أحتاج الآن إلى مربعات المرايا الصغيرة هذه. سأضعه على الرغوة. وهناك مادة لاصقة في الجزء الخلفي منها. سأضغط عليها حتى أتأكد من التصاقها. وسأحتاج إلى كمية أكبر بكثير. بدأ الشكل النهائي في الظهور. وبعدها سأحتاج إلى أحجار تزيين هذه. أعشق لونها. سأضغط
ألصقها بالقرب من المرايا، وسأستخدم الغراء لتثبيتها في مكانها. سأملأ المساحات الفارغة بين المرايا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنه يستحق العناء. سأستخدم أحجارا بألوان متنوعة، مما سيضفي تبينا لطيفا على المرآة. سأحاول تقريب الأحجار من بعضها، لا أريد ظهور أي فراغات، ولا أريد أي غراء فوق المرايا الصغيرة. سأواصل فعل ذلك حتى أغطي الرقود بالكامل. ما رأيك؟ واو، لقد أحببتها. أو مهلا، لدي قطعة خاص عالقة في أسناني، كان هذا سيحرجني. كان ذلك مقززا، لم أكن بحاجة لرؤية ذلك. البشر غرباء. مهلا، لا يمكنني هدر الطعام. يبدو هذا المكان مثاليا. واو، تبدو رائعة وألوانها جذابة. إنها الإضافة المثالية للغرفة. أبدو جميلة. أعتقد أنني انتهيت. شكرا على المساعدة، أنت الأفضل. نعم، أعلم ذلك. مهلا، لدي شطيرة أخرى. لا، قال شطيرة جانبا. مقرمش. ماذا تفعلين؟ أريد العودة إلى الداخل. حسنا، كان هذا غريبا، لكن يكفي أنني حصلت على مرآة ولست مضطرة لمشاركة شطيرتي. كم أنا سعيدة بشكل الغرفة، أصبحت أفضل من أي وقت مضى، وأحب كل ألوانها. كما أن لدي نباتات، أحب كل الأشياء. ماذا؟ أو من أين جاءت هذه؟ أحب كرة الريشة، وأنا موهوبة فيها بالفترة. لنلعب. عودي إلى هنا. ربما لست بارعة كما كنت أظن. لم أكن أحب ذلك الضوء على كل حال. ليس أمامي سوى خيار واحد. لا تغذلني. هيا. مرحبا مرة أخرى. تسعدني رؤيتك. أحتاج لمساعدتك، لقد تلف المصباح. قد أستطيع فعل شيء ما. وجدتها، يمكنني استخدام هذه الكرة. كيف؟ لقد كانت سبب كل المشكلات. ثقي بي، أعرف ما أفعله. أحتاج لإجراء بعض التعديلات فحسب. سأبدأ بالرسم على الكرة. أريد صنع دائرة صغيرة، وسألف حولها ثانية لأزيد سمك الخط. هذا مثالي. والآن سأرسم خطا حول الكرة. يجب أن يكون بنفس سمك الدائرة، ويجب أن يكون مستقيما، ولهذا أركز على رسم قطعات صغيرة في كل مرة. أوشكت على الانتهاء، حان وقت تلوين الآن. سأستخدم هذا القلم للنصف العلوي. لا أريد لمس الدائرة أو النصف السفلي. سأكون حذرة عندما أقترب من الخط. سأترك النصف السفلي باللون الأبيض. يا للروعة، تبدو مثل كرة البوكيمون بالضبط. سأفعل شيئا نفسه مع المزيد من الكرات. أحتاج لكمية كبيرة، وبعدها سأضع الغراء على جانب الكرة. هذه كمية كافية. سألصق بها كرة أخرى، وسأفعل ذلك مع بعض الكرات الأخرى. أريد صنع حلقة كهذه بالضبط، وبعدها سأضع المزيد من الكرات فوقها. أحتاج لتكديس طبقات فوق بعضها البعض، ويجب أن أحرص على التصاق كل الكرات معا. سأضع الغراء على الجزء السفلي والجانبي، وسأواصل تكديس الكرات. هذه آخر حلقة، إنه جبل من كرات البوكيمون. والآن سأحتاج إلى غطاء مصباح عادي لنجعله أكثر حماسية. لقد فرغت بعض أشكال البوكيمون. أريد وضع الصور عليه ثم تسويتها. لا أريد أي ثنيات. سألف غطاء المصباح وأضيف صورة بوكيمون أخرى. سيكون شكله النهائي رائعا. من سأضع أيضا؟ وجدتها، ها هو. ما تزال لدي مساحة كبيرة. هذا ممتع. حان وقت الجزء التالي الآن. لقد وضعت ضوءا فوق برج كرة بوكيمون، وسأضع غطاء المصباح فوقه. أصبح لدي مصباح الآن. يا للهول، إنه رائع. مهلا، بقي شيء أخير. يجب أن أحرك هذه النبتة. سأضع المصباح على هذه المنضدة. ليس مملا بالتأكيد. إنه يحوي جميع شخصياتي المفضلة، وهو فريد من نوعه جدا. أنا في غاية السعادة. هل ترغبين في لعبة كرة الريشة؟ ماذا؟ توقفي. يا للهول. لا، ماذا حدث؟ هذا من أجل مصلحتك. لا أصدق أنك فعلت ذلك. لنتحدث عن الأمر. أعود إلى دحر الكرة. أين مضربي؟ لا أصدق بدل الاختلاف. أصبحت الغرفة أفضل مما تصورت، وتحتوي على كل ما أحتاج إليه. لكن بقي شيء واحد يجب تغييره، وهو درجة الحرارة. الجو بارد جدا هنا، لكن ما باليد حيلة. يكفي أن لدي خفي. لحظة واحدة، أستطيع حل المشكلة، أو أعرف شخصا يستطيع. أخرج. مرحبا، شكرا على حضورك. أشعر ببرودة شديدة. أتستطيع مساعدتي؟ بالطبع أستطيع. أعطني ذلك الجورب. لماذا تفعل ذلك؟ سنجري بعض التعديلات. لماذا تحمل مقصا؟
شاهديني، سأقص قطعة القماش فوق سطح مستوى وسأضع قالب دائرة بالزاوية، ثم أقص القماش من حوله. سأضغط على الدائرة جيدا، لا أريدها أن تتحرك. سيساعد القالب في تسهيل العملية. لقد صنعت دائرة أخرى، سأحشوها الآن. سأثبت الحشوة في منتصف الدائرة ثم أطوي القماش فوقه وكأنني أصنع حبة دامبلينج. تعتمد العملية على الطي والضغط. والآن سأحتاج إلى إبرة وخيط. سأمرر الخيط بطول الحافة بهذا الشكل، وبعدها سأسحب الخيط لينغلق النسيج على الحشوة. سأضغط الحشوة للأسفل أثناء إغلاق النسيج. والآن سأتمكن من خياطة الجزء العلوي حتى أحكم إغلاقه. لا أريد أن يخرج الحشو، لهذا أريد إغلاق النسيج بإحكام. سيكون هذا كافياً. والآن سأضع الغراء على الجزء العلوي. لقد صنعت المزيد من الكرات بألوان قماش مختلفة. سألصقها معاً. كم هي ملونة. سأثبتهم معاً حتى يتماسك الغراء، ويمكن أن تكون الكرات متنوعة الأحجام. أستمتع بهذا جداً. واو، ما أروعها. أنا متحمس لأعرضها على كلير. انظري. أوه، كم هي طرية. يمكن وضعها على الأرض. لن تشعري ببرودة في قدميك بعد الآن. أوه، هذا لطيف. كم هي دافئة. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. مهلا، ماذا تفعل؟ أبعد حذاءك الرياضي. ويحي، هذا خطأي، لكنه نظيف. لا يهمني ذلك، يسعدني أنني ارتديت جوربا نظيفا اليوم. ملمس الكرات رائع فعلا. لدي فكرة أفضل، لا تشغل بالك بي. أوه، حسنا، هذا رائع. سأخذ هذه بهدوء. كيف تجرؤ؟ لقد صنعتها، ولهذا سألقي عليها. ماذا؟ مهلا، إنها ملكي. أعلم ما يجب فعله. خذ هذه. لا تعبث معي. أين توقف؟ تذكرت. كم أنا سعيدة بغرفتي الجديدة. إنها مثالية، ولم أبذل أي جهد فيها. كل هذا بسبب البوكيمون. إذن هذه هي غرفتي الجديدة. إنها بحاجة إلى الكثير من أعمال الصيانة، لكن لدي الخطة المناسبة. إذن سأضع السرير هنا، وستكون الخزانة مثالية في هذه الزاوية. أنا متحمسة جداً. ما هذا؟ إنه خفاشي. حتماً أنت مساعدتي. ساعديني. خذي حقيبتي. كان ذلك مضحكاً جداً. أنا بحاجة إلى طلاء أظافري. لقد بدأت أندم على هذا بالفعل. عدران، أنت تقفين على غرفة أحلامي. إنها وقاحة، لا تفعلي هذا مجدداً. سأضعها في مكان آمن. حان الوقت لتزيين المكان. هذه القلوب لطيفة جداً. هذا هو رأيك فقط. انظروا إلى كل هذه الفوضى، سأتخلص منها. هذا مقزز جداً. نحن بحاجة إلى جدار فارغ. هل يمكنك التوقف عن فعل ذلك؟ حسناً، سيعجبك هذا. هذا قلب حب. إنه لطيف جداً. لا، ليس لطيفاً. سأتخلص منها. إنها لا تناسب أسلوبي. إنها تضفي البهجة على الغرفة. كلا، إنها فظيعة. القلب الأخير. ماذا تفعلين؟ أليس هذا واضحاً؟ إذن لم تعجبك؟ أنا أكرهها. حسناً، وسأتخلص من هذا أيضاً. هناك حل واحد، سنقسم الغرفة إلى نصفين. ستبقين في جانبك وسأبقى في جانبي. أريد أن أزين غرفتي، سيكون هذا رائعاً. سأبدأ برسم الجسم ثم سأرسم استيقان. سيكون عنكبوتاً جميلاً. علي تلوينه الآن. سيحتاج إلى شبكة. إن رسم هذا يبعث على الاسترخاء. ستمنح هذه بعض اللمعان. سأفعل هذا حتى أصل إلى النافذة. هذا أفضل بكثير. ما رأيك؟ إنه مخيف بعض الشيء. ماذا علي أن أفعل؟ مهلاً، لقد وجدتها. لدي فكرة رائعة. سأستخدم طلاء الأظافر لطلاء النافذة. أعني إن أظافري جميلة دائماً، وكذلك ستكون النافذة. هاو، إنها جميلة وذات ألوان مبهجة. لقد تغير مظهرها كثيراً. إنها رائعة. يمكنني التحديق بها طوال اليوم، ولا أرى أي عناكب. أعني علي الذهاب من هنا. هذا حقيقي. ما الخطوة التالية؟ هاو، لقد عرفت. أنا بحاجة إلى شيء ما. هيا، أين هو؟ ها هو. سأضع أولاً القليل من أحمر الشفاه. يجب أن تكون شفتاي في أجمل مظهر. من الجيد التمرن على صنع هذه القبلات. ستغير مظهر غرفتي. هذا ممتع. آمل أن لا تتعب شفتاي. ها هي القبلة الأخيرة.
واو، لقد طليت الجدار كله بنفسي. إنه جميل، لكن شاهدي هذا. نعم، افتح الحقيبة، أنت تعرف ما عليك فعله. سأستخدم هذه لاحقاً. كلا، ها، لون جميل. ربما لو كنت حياً لشعرت ببعض المشاعر. عمل الزومبي لا ينتهي. لقد انتهيت. أحسنت، اشتري لنفسك شيئاً جميلاً مثل الشخصية. حسناً، خذها. سررت بخدمتك. تذكري ترك تعليق على موقع الإلكتروني. ماذا لدينا هنا؟ هو لا يمكنني استخدام هذا. من أين أتى هذا؟ هو إنه مثالي، حتماً يمكنني استخدامه في غرفتي. هذا ما كنت أحتاج إليه. سأعلقها من السقف، إنها غريبة الشكل وكأنه لدي قوس قزح خاص. هل سمعت ذلك؟ هل هو قادم من الصندوق؟ على الأرجح ليس هناك شيء. أعتقد أنني سمعته مجدداً. ما هذا؟ أوه، لا أريد هذا. من الأفضل ألا تكون قمامة. مهلاً، يتحرك الصندوق، قد يكون ذلك ممتعاً. واو، انظروا إلى هذا، لابد أنه يوم حظي. الكثير من العناكب، إنها الإكسسوارات المثالية. ثم سأضيف بعض الغبار الذهبي والقليل من النقود. يبدو هذا جيداً. إنه غريب، لكن تعجبني هذه النقود. النقود الجميلة، انظروا إليها. وهذا العنكبوت العملاق. أبعدوه عني. أين هو؟ أنا أكره العناكب. ما مشكلتها؟ أنا أستمتع بمشي العناكب فوقي. لازلت أشعر به. هذا ليس جيداً. إنه هنا. هناك حل واحد لهذا. إنها حالة طارئة، لكن هناك طريقة واحدة للتخلص من العنكبوت. لقد أمسكت بك الآن. ها أنت ذا، ولا تعد إلى هنا أبداً. هذا أفضل. مهلا لحظة، هل دمرت سترتي؟ لقد صنعتها أمي من أجلي. يوجد في حقيبتي المزيد من الملابس. لا يمكنني ارتداء هذا. هل أستطيع؟ ربما لا بأس. كلا، لن أرتدي هذا. ماذا لدي أيضاً؟ ليس مجدداً. ما الذي يحدث؟ هل كل ملابسي مثقوبة؟ هذا محزن جداً. مهلاً، لست بحاجة إلى التخلص منها. أنا بحاجة فقط إلى شيء حاد مثل أظافري. هذا رائع، شركة سكن مزعجة. لنفعل هذا، هذا ممتع. التالي، سأحتاج إلى إبرة وخيط، والآن يمكنني خياطتها معاً. انظروا إليها، إنها بطانية مرقعة. إنها مناسبة للغرفة بالفعل ومريحة أيضاً. بلوزتي، بقيت لدي قطعة ملابس. هكذا لن يلاحظ أحد الثقب. هل انتهت؟ منحتني هذه الوسائد فكرة رائعة. لقد وضعتها بجوار بعضها البعض لصنع بساط ناعم. تحتاج إلى القليل من البريق الذهبي، سيصنع فرقاً كبيراً. لا يمكنني الاسترقاء على أي بساط قديم. أملك ذوقاً فاخراً. أعتقد أن هذا كافٍ، سأجربه. إنه مريح جداً، ويعجبني كثيراً هذا اللون الذهبي. إنه يجعله أكثر أناقة. مهلاً، قد يكون هذا الحشو مفيداً. لدي خطة مثالية. لن يكون الأمر صعباً. سأثبته على الجدار، وسأستخدم الأشرطة المضيئة لصنع مصابيح. إنها تبدو مثل الغيوم. إنها ساحرة بالفعل. أصبح هذا المكان جميلاً كالمنزل. والآن سأحضر سريري، سأضعه في هذه الزاوية، ثم سأحتاج إلى الوسائد. هكذا، أصبحت غرفتي جاهزة. إنها مريحة جداً. إنها تضم كل ما أحتاج إليه. هل يدهشك هذا؟ لم ترى شيئاً بعد. سأنزع رأس هذا الهيكل العظمي، ثم أضع فوقه مصباحاً. سيحتاج إلى غطاء مصباح. حان وقت تشغيله. هذا مصباح، وسأضعه هنا، لكنني لم أنتهي بعد. أنا بحاجة إلى مكان للنوم، ثم سأضع طاولة وبساطاً. هذه هي غرفتي. مريحة جداً. لقد أبلينا بلاءً حسناً. تعجبني غرفتك. أجل، وأنت كذلك. هيا، قلدي حركاتي. أترين كيف تتحرك ذراعي؟ حسناً. يمين، يسار، ارفع يدك اليمنى عالياً هكذا.
أوه، حالتك ميؤوس منها. لماذا هذا الباب مقفل؟ لا يفترض أن يحدث هذا. أوه، هيا افتح. يجب أن نخرج من هنا. يبدو أننا علقنا في هذه الغرفة. لدينا بعض الأعمال لننجزها، وسيتطلب منا ذلك بعض الجهد. شريط لاصق، أعتقد أنه سيكون مفيداً. لنرى إن كان هذا الشريط طويلاً بما يكفي. لقد انتهيت. حسناً، هذا جانبي وهذا جانبك، لكن ما لنا؟ أجل، كلها لك. أحتاج فقط إلى سريري هذا. حقاً؟ أجل، أحتاج إلى مساعدتك. لا يهم، هذه قريبة جداً من جانبي. عذراً؟ ماذا؟ أنا أساعدك، أترين؟ أعتقد، لا يهم، أعتقد أنني سأفعل ذلك بمفردي. هذا شيء ثقيل جداً. هاي، انظري إلى هنا. واو، إنه مناسب لي. بدأت أشعر بالراحة بالفعل. الصندوق. أي صندوق؟ أحسنت صنعاً. هذه الجدران قبيحة جداً، يجب أن أغطيها بالطلاء. والآن أي لون سأختار؟ الأصفر لا يناسبني، والأسود. أعرف فتاة تحب هذا اللون. عفواً. يعجبني هذا اللون كثيراً، أليس رائعاً؟ انظري إلي، هذا اللون الوردي مقزز. أحتاج إلى شيء مريح للعين، ولدي هذا الشيء. يا لها من كاميرا جميلة. لا يهم. لا شكراً. هاي، لا بأس. حسناً، في الواقع يمكنني استخدام هذه. سأحصل على هذا الشكل بعد قص الإسفنجة. هذا ممتاز. والآن حان وقت الجزء الممتع جداً. سأغمسها في الطلاء أولاً ثم أختم. سيكون لدي الكثير من القلوب في وقت قصير. واو، يعجبني هذا كثيراً. هذا بالنسبة لك فقط. تعجبني الأشياء الداكنة قليلاً، والتي تملك الكثير من الأرجل. تادا، هذا أفضل بكثير. سأعلق هذا هنا وأضيف إليه بعض الأصدقاء. هذا رائع جداً. هكذا، إنه جاهز. يبعث هذا علي الهدوء، أليس كذلك؟ هل يعجبك؟ هذا مقزز. وأعود إلى شكلك الأصلي. خذي. عنكبوت. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ هل تريدون رؤية هذا؟ أعتقد أنه حبل من الأضواء. مرحباً. عذراً، لكن هذا رائع. هاي، ماذا يحدث هنا؟ لم أرك. هل هناك مشكلة في المصابيح؟ ماذا حدث لها يا ترى؟ ربما المفتاح من هنا. هل ترين شيئاً؟ ماذا حدث؟ مرحباً، ماذا تفعلين في الأسفل؟ يا له من مشهد. هل ستكتفين بالوقوف هنا؟ مهلا، لحظة، لدي فكرة. سأحضر كوبا أولا وأضع بداخله القليل من الغراء الساخن، ثم أحضر سلكا صلبا وأثبته على الغراء مباشرة. سأواصل فعل ذلك حول الكوب، وعندما يجف سأضيف المزيد من الغراء وأثبت خيطا بالسلك، ثم ألفه حول السلك. إنه جاهز. لننتقل إلى الجزء التالي. نحتاج المزيد من الأسلاك الصلبة لصنع هذا الجزء. سألف نهايتي السلك وأثبتهما جيداً. سأخذ سلكاً آخر وألفه بهذا الشكل. سأواصل فعل ذلك. يجب أن يبدو بهذا الشكل في النهاية. ثم أربط خيطاً من الصوف في عقدة وألفه حوله هكذا. قد يستغرق هذا الجزء بعض الوقت، لذا سننتقل إلى النهاية مباشرةً. أترون؟ والآن سأثبته فوق القطعة الأولى، وسنحصل على مصباح يدوي الصنع. أليس هذا مدهشاً؟ واو. أعتقد أن هذا هو رأيك فقط. ماذا سأفعل للحصول على مصدر للضوء؟ لا أدري إن كان لدي أي شيء للاستخدام، إلا إذا... دينغ دينغ دينغ. أترون هذا المصباح القديم؟ حان الوقت لجعله أكثر روعة ببضع لمسات. ستنقذ الموقف يا فتى. تشبث هنا جيداً، وأنت أيضاً. هكذا، والآن سأضيف القليل من الألوان، أو لن أضيف أي ألوان. حان الوقت الآن لتزيين المصباح.
اخترت بعض الصور للعمارة الكلاسيكية وبعض المناظر الأخرى. لقد انتهيت، إنه مناسب لأغراضي الأخرى. بقي هناك شيء واحد علي فعله. ماذا؟ لا تضحكي علي، لا يوجد مقبس. لا بأس، والآن ركزي ركزي. هيا. ها، كنت أعلم أن بإمكاني فعل ذلك، أترين؟ واو، أوافقك الرأي. مهلاً، ليس لدي شيء لوضع المصباح عليها. ماذا عن كل هذه الخردة؟ يبدو أنها تتحرك. هل يوجد شيء في الأسفل؟ سأفعل ذلك برفق كي لا أخيفه. أجل، إنه يتحرك. ماذا قد يكون؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. أو لا، لابد أن هناك شيئا عالق. مرحبا، هل من شيء في الأسفل؟ يا إلهي، ماذا تفعلين؟ أنت تحدثين كثيرا من الفوضى. يا إلهي، هاي، عليك التوقف عن رمي الأشياء. لكن ربما يمكنني استخدام هذا الشيء. كنت بحاجة إلى طاولة لمصباحي، لكن أريد صنعها بنفسي. سأضع القليل من الغراء الساخن هنا، ثم أضيف لوني المفضل. انظروا إلى هذا اللون الرائع. هل رأيتم شيئا جميلا كهذا من قبل؟ سأضعها هنا ويمكنها حمل كل أغراضي. بما في ذلك مصباح رائع، إضافة إلى أغراض أخرى. أليس هذا مدهشا؟ إنه يعجبني كثيرا. عثرت عليه. إذن لقد كنت في الأسفل هناك. ها؟ إيو. لا تقلق، أنت بأمان. هاي، ما هذا؟ سأتحقق من هذا الشيء. يبدو مثل صندوق خبز قديم، لكنه لن يبقى هكذا طويلا. سأفعل الشيء المهم أولا، لا أريد هذا الشيء إن لم يكن أسود اللون. سأغطيه بوضع طبقات من الطلاء. هكذا، إنه جاهز. سأضع اثنين منه بجوار سريري. أنا فخورة جدا بنفسي، هذه المنضدة تناسبني تماما، ألا تتفقون معي؟ أصبح هذا المكان متناسقا. تشيز. هذا غير مجد. تشيز. وحقا. بيتي. ماذا؟ هذه المرأة صغيرة جدا. صغيرة؟ على الرحب واسعة. واو، شكرا لك. أود الحصول على واحدة أيضا. واو، إنها جميلة. هيا. ها. أو هذا خطأ. يمكنني رؤية تفاصيل صغيرة. لدي فكرة رائعة. سأجري بعض التحسينات. بعض التحسينات لطيفة. وأعتقد أن هذا المكان يناسبها تماما. إنها مدهشة. سألتقط الآن بعض الصور. هل نجحت؟ أجل. إيو. يا إلهي، ما هذا؟ هذا مقزز. نفذ ما أريده فحسب. جيد، كنت أعلم أن بإمكاني فعل ذلك. أحتاج إلى مرآتين، ثم سأضيف شريط لصقة هنا وهنا، وبالطبع سأضيف لمسة مخيفة وممتعة. هذه من أفضل أعمالي. أحتاج إلى بطانية لجعل المكان مريحا أكثر، وبعض الوسائد وحصيرة والأساسيات الضرورية. أصبحت الغرفتان متناسقتين أخيرا، ولا حاجة لوجود شريط الفاصل. كنت أعلم أنك ستغيرين رأيك يا بيتي. حسنا، إذن لا شيء أفضل من القليل من لمسات شخصيتي لجعل منزلك مبهجا أو ماتما وفقا لذوقك. يناسبني هذا المكان تماما. وإذا كنت تفضل الجانب الجميل من الأشياء، فإن هذا اللون الوردي هو خيارك الأمثل. وخياري أيضا. ياي. أتمنى أن تكون شريكتك في السكن. وين إزاي أم بيكاتشو؟ أخبرينا في التعليقات، وتذكري مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في قناتنا.
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو.